طيب خليني اخد رايك في نقطه التدوير شويه. لناس كتير بتسال، طبعا انت عارف في ضغط مباريات في الفتره اللي جايه. و طيب خلينا اقول لك القايمه، الزملاء بعتوا لنا تمام. القايمه بتاعه النادي الاهلي. طب لغايه لما اقول لك القايمه كنت بسالك على عمليه التدوير دي. طيب مصطفى شوبير، علي لطفي، محمد شناوي، مصطفى شوبير، علي لطفي، محمود وحيد، رامي ربيع، ياسر ابراهيم، كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، محمد شريف، وايمن اشرف، وحسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، صلاح محسن، افشه، سعد سمير، معلول، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور اجاي. دي قائمه النادي الاهلي ماتش سموحه بكره ان شاء الله محمد باذن شريف مش الله. موجود؟ لا، محمد شريف موجود. موجود صح؟ قلنا محمد شريف، مش قلنا محمد شريف؟ لا، ما هو اللي مش موجود ناصر ماهر وبدر بانون. بدري طبعا ثلاث انذارات، ثلاث انذارات. وناصر يبدو انه ناصر بعيد. بمناسبه ناصر، يعني كلام على فكره ضغط الماتشات الفتره اللي جايه، عندك كمان استعدادات لماتش كايزر تشيفز، ده ماتش مهم جدا. عندك بعد كده سفر المنتخب، اللعيبه اللي مع المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي. في ناس كتير بعيده، عندك راجع مثلا محمد محمود، راجع ندفيد، راجع محمود متولي، ناصر ماهر نتمنى يرجع ان شاء الله قريب. هل في مساحه تديلهم؟ لانه الناس بتسال اللعيبه دي هتظهر امتى، او هل ممكن تشترك لو انت مكان مستر موسيماني او بتفكر مع مستر موسيماني تحط الاسماء دي في التوقيت الحالي، لا، ولا الفتره دي صعبه؟ صعب طبعا، صعب. صعب. انت يعني حضرتك لسه، يعني تاكيدا على كلام حضرتك استاذ احمد، اللي الموضوع منافسه بقى شرس جدا، فانت ما عندكش وقت اللي انا اتحمل لاعب او الجمهور ممكن يتحمل لاعب اللي هو مجرد اللي انا بجرب. لا، مش وقته خالص، مش وقته، لان بس ما اللعيبه انت كويسه. جربت اكرم توفيق يا كابتن مصطفى. اكرم ما شاء الله عنده الملكه دي. اكرم من النوع اللي هو ما شاء الله عنده روح قتاليه جامده جدا، واكرم من اللعيبه اللي هي ما شاء الله جوكر، يعني باك رايت تلاقيه، ديفندر تلاقيه، لو سيرد باك احتاجته هتلاقيه برضك. هو عنده الملكه دي، سبحان الله، دي حاجه موهبه من عند ربنا مديها له الميزه ديت. فاكرم من اللعيبه اللي هي، لا انا لو اكرم انت غايب مثلا سنه ممكن تجيب اكرم تلعبه عادي، مفيش مشكله. في لعيبه انت بتستنى، اللي انت لازم تستنى عليها ماتش واثنين وثلاثه. ايوه. ففي ظل الظروف اللي احنا فيها دي يا استاذ احمد، مش الملعب مش هيستحمل كمان. انا عارف، بقول لك ليه، لان انت محتاج تريح الناس اللي هلكانه بقى لها موسمين ورا بعض دي، بالظبط وفي نفس كده. الوقت محتاج تجهز اللي راجعين من غياب طويل، لانك ممكن جدا تحتاجهم في الفتره اللي جايه. ما انت مضغوط، انت المشكله بس اللي هي هتواجهنا، اللي انا مضغوط، بس مضغوط، اللي انا كل 72 ساعه هلعب مباراه. فانت مضغوط، فانت غصب عنك كمدير فني، وانا مطالب اللي انا اكسب. انت النادي الاهلي مطالب اللي انت داخل البطوله عشان تاخدها، مش مجرد اللي انت بتخش اللي انا يلا بنادي اداء وخلاص. لا، انت مطالب اللي انت تخش تاخد البطوله. فلا، لو الوقت يسمح لنا اللي احنا مثلا ما كناش مضغوطين في السيزون دوت بالتحديد، فلا انت عندك المساحه احنا اللي انت، مضبوطين على طول يا كابتن عفروت. انا عارف، بس يعني انت جاي في يعني انت جاي في وقت رخم جدا، خارج من دوري ابطال حتى خليني افريقيا، اقول لك بعد داخل على الدوري، بعد كده هتخش على كاس مصر، بعد كده هتطلع من كاس مصر. يعني انت بعد دوري ابطال، بعد النهائي ان شاء الله، ويبقى باذنك يا رب العشره في الاهلي باذنك ان شاء يا رب، الله باذن ان الله. شاء الله. انت داخل على موضوع تاني خالص، الدوري، وعندك السوبر المصري، وعندك كاس مصر. فعندك يعني ما عندكش كمان المساحه في الدوري دلوقتي يا استاذ احمد، لان انت عندك مؤجلات كتير جدا. فانا ما عنديش المساحه، او ما عنديش السبورت اللي انا اقدر ادي للاعب اللي هو بقاله فتره بعيد. ده انا بكلمك عشان الفتره دي تحديدا، يعني انت الفتره دي هيغيب عنك سته لعيبه، منهم ثلاثه اساسيين معاك الفتره الاخرانيه. يعني ناصر كان بعيد، احمد رمضان بيكهام كان بعيد، لكن طاهر، اكرم، الشناوي، صلاح محسن، دول كلهم في الصوره. طبعا، يعني القوام الاساسي طبعا. فلما يغيبوا عنك دول ثلاث ماتشات على الاقل، على الاقل يعني ممكن يبقوا ست ماتشات لو المنتخب الاولمبي كمل، ممكن يغيبوا عنك ست ماتشات. انت ساعتها هتبقى مطالب انك انت توفر بديل، وده طبعا اللي انا بقوله لك. طبعا تجيبه مره واحده تقول له خد ماتشات يعني تقيله وارجع ولا ابتدي اجيبهم من دلوقتي والفرقه كامله والفرقه محتاجه رايح عناصر، بعض العناصر اللي ممكن تكون، انت كنت بتقول لي من شويه انه اللعيب لما بيشبع كوره ما بيبقاش قادر يطلع كل اللي عنده. طبعا، وانا مع يعني متخيل انه 90% من لعيبه النادي الاهلي شبعانه كوره، لانها بتلعب بقالها موسمين، كل البطولات بتدخلها، كل طبعا البطولات بتكسبها.
فتديهم دلوقتي وتجهز تتدخل ولا صعب ده من وجهة نظرك؟ صعب دلوقتي يا استاذ احمد، صعب، لان انت يعني لو احنا كان عندنا المساحه اللي هي كافيه في الدوري اللي احنا نقدر اللي احنا نستغل اللعيبه دي، اكيد كان هو هيعمل كده، لان هو عنده اللعيبه اللي هي بقالها فتره اساسيه، هو نفسه يريحهم، بس ما فيش فرصه خالص اللي هو يقدر يريح قفشه، حسين الشحاته هو ابتدى يريحه ويديله طاهر، انت برضك من الناس اللي هي بتعمل مجهود بدني قوي جدا بصراحه داخل الملعب.